حضراتكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من العالم عالمين، تحديدا من مدينة العالمين الجديدة. هنتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد وكواليس مهرجان العالمين في نسخته الثانية، النسخة الأكثر إبهارا الحقيقة وأكثر نجاحا وأكثر تنظيما لحد دلوقتي، ولكن هنكون مع حضراتكم بعد لحظات قليلة. من مدينة العالمين مشاهدينا الكرام، وتحديدا بنغطي هنا وبنحاول نتابع كل فعاليات وكل ما هو جديد وكل كواليس مهرجان العالمين في نسخته الثانية. والحقيقة انه يوميا في فعاليات، اذا كانت رياضية او شاطئية او حتى عروض مسرحية او حتى كارنفال. احنا ماشيين في كارنفال، انا من السنة اللي فاتت بقول اللي يجي العالمين الجديدة تحديدا وقت مهرجان العالمين هيحس انه ماشي في مهرجان مفتوح على البحر في احلى مكان في العالم. ولكن مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع والويكند، الحقيقة بيكون كل في ويكند أو كل عطلة نهاية أسبوع حفلات مميزة جدا 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 في إطار فعاليات مهرجان العالمين. يوم الخميس في حفلة للنجم قازم الساهر، ويوم الجمعة الست ماجدة رومي موجودة هنا في مهرجان العالمين. الحقيقة ان هما حفلتين اقوى من بعض في ويكند واحد او عطلة نهاية اسبوع واحدة هنا في مدينة العالمين الجديدة، تحديدا في الارينا. وطبعا التذاكر متاحة على شركة تذكرتي او من خلال شركة تذكرتي، اذا كانت اونلاين او حتى التواصل معهم باي شكل، او حتى لو موجودين هنا في الساحل الشمالي ليهم مكان في العالمين الجديدة. طبعا حفلتين مبهرين اكتر من بعض في عطلة نهاية اسبوع واحدة او في ويكند واحد، ده غير طبعا الفعاليات زي ما بقول لحضراتكم اللي مستمرة طوال ايام الاسبوع، تحديدا في الفترة الصباحية اذا كانت رياضات مختلفة على الشاطئ او حتى طول ما احنا ماشيين هنلاقي فرق استعراضية بتمثل كل الثقافة المصرية بكل اشكالها الحقيقة. مبهر كالعادة مهرجان العالمين، والحقيقة انه انا شايفة انه مهرجان العالمين عمل طعم وحس وروح حقيقية للمدينة المبهرة دي. مدينة العالمين الحقيقة مدينة مبهرة بتتطور سنة عن سنة بشكل كبير جدا، الانشاءات والمباني بتخلص في غمضة عين، مدينة عملاقة بمقاييس عالمية ومدينة ذكية زي ما بنقول. انا مش عايز اطول لحضراتكم، انا عايز ارجع القاهرة سريعا الزميل هشام عبد التواب من استوديو اكسترا نيوز في القاهرة. هشام انا برحب بيك هنا من العالمين الجديدة، ويمكن يعني على مدار ايام تخطيطي للنسخة الثانية او حتى للنسخة الاولى دايما بدعو كل المصريين ان هم ييجوا مدينة العالمين، مدينة الحقيقة يعني يستحقها المصريين بجدارة، والحقيقة احنا نستاهل مدينة زي مدينة العالمين تكون مفتوحة لكل المصريين، الشواطئ مفتوحة، الأماكن المتنزهات مفتوحة، الحفلات في كل مكان، يعني ماشيين في كارنفال مفتوح زي ما بنقول دايما يا هشام. يعني يا لما في البداية احنا مستمتعين بعرضك للفعاليات وحاسين شغفك يعني بحضور الفعاليات وبالأجواء اللي موجودة من خلال التغطية للعالم عالمين، سواء السنة اللي فاتت أو السنة دي بتستكملي تغطية المهرجان، ومستمتعين كمان بكلامك بشغف عن الحفلتين الكبار جدا في الويك اند ده، يعني حفلات ليها ذوق مختلف، مذاق رفيع جدا في الموسيقى، كاظم الساهر وماجدة رومي بالتأكيد. صحيح. يعني هنتابع جمهور كمان نوعيته هتكون مختلفة، بالتأكيد المهرجان بيستهدف من خلال الحفلتين دول نوعية جمهور مختلف بيتذوق الموسيقى بشكل مختلف. خليني كمان يا لما أتكلم في الجزء ده عن مدينة العالمين الجديدة بشكل خاص، وإنها من أهم المدن المصرية السياحية اللي هي
قادرة ان هي تقلب موازين القطاع السياحي وتحقق معادلة صعبة جدا في جذب نوعية مختلفة من السائحين، وخاصة انها بتمتلك مقومات مختلفة، بتمتلك مقومات ليها علاقة بقدرتها على جذب نوعية مختلفة من السائحين، وزي ما قلت بتمتلك مقومات سياحية قادرة على المنافسة بقوة لأكبر حجم من السائحين، وكمان لأنها إحدى مدن الجيل الرابع وبتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، هتغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله. وانت طبعا يا لما عندك باقي التفاصيل المتعلقة بالفعاليات ونوعية كمان الحضور لهذه الفعاليات في المهرجان. هو بناء على كلامك الحقيقة يا هشام، النقط مهمة جدا اللي اتكلمت فيها عن نوعية مدينة العلمين والنقلة اللي عملتها المدينة دي في شريط الساحل الشمالي كله. الحقيقة ان احنا كنا بنتكلم احنا كده يعني بدون اي تحيز، شواطئ المصرية هي من احلى شواطئ في العالم، وتحديدا شاطئ الساحل الشمالي الاكثر تميزا على في العالم كله. ولكن كنا بنتكلم عن شهرين في السنة. الحقيقة انه مدينة العالمين بنتكلم في استثمارات 300 مليار جنيه، 200 مليار جنيه ضخوا من قبل الحكومة و100 مليار من قبل القطاع الخاص هنا في مدينة العالمين الجديدة، خلت الحياة موجودة طوال العام، أو نقدر نقول أنه هي مدينة بمعناها الكامل الشامل، مش مصيف فقط، لأن احنا نتكلم أنه في جامعات بالفعل بدأت العمل، الحكومة بتيجي تشتغل من هنا في بعض الأوقات اللي تناسب الحدث، مدينة متكاملة بكل أشكال السكن اللي يناسب أي فئة من المصريين، الإسكان الاجتماعي، الإسكان الخاص او الاسكان يعني الفارغ. يعني مدينة زي ما بنقول هي فعلا خلت في روح للساحل الشمالي بأكمله. يعني انا شايفة كده الحقيقة انه تحديدا المهرجان كمان يا شيم أستاذ المشاهدين، طبعا المهرجان عمل حياة طوال ايام الاسبوع. احنا يمكن كنا بنشوف انه في ايام العطلات او نهايه الويكندز او نهايه الاسبوع يعني كان بيبقى الاكثر ازدحاما، وطبعا ده لسه موجود لانه الحفلات الاكبر والاضخم زي مثلا الاسبوع ده قزم الساهر وماجدة الرومي اليومين ورا بعض خميس وجمعه، لكن يوميا في فعاليات. والحقيقه ان المهم كمان انا شايفاه شكل من اشكال التطور في بناء هذا المهرجان والفكر، فكر الإبداعي وراء المهرجان، وإنه يستقطب فئات أكبر من السياح مش بس المصريين. فكرة العروض المسرحية، الحقيقة إنه مصر طول عمرها معروفة بعروضها المسرحية القوية جدا، ده طبعا راجع لنجومنا الكبار جدا 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 اللي موجودين ومعروفين على مستوى العالم العربي بشكل مميز جدا جدا جدا، وحاجة طول عمرها بنتشرف بيها الحقيقة. فكان عندنا موسم كده مرتبط بالمسرحيات تحديدا في فصل الصيف، وكان توقف لسنوات عديدة، عاد مرة تانية الموسم ده لان احنا هنشوف في مهرجان العالمين تقريبا 10 عروض مسرحية لنجوم كبار، اذا كان حسن رداد، ايمي سمير غانم، كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز مع حفظ الالقاب طبعا لكل النجوم دول، عروض مسرحية تقريبا كل ويك اند على مدار ايام مهرجان العالمين. فبنرجع الموسم ده تاني، موسم المسرحيات اللي بنتميز بيه جدا جدا، العروض المسرحية، ده غير طبعا الحفلات اللي بتناسب كل الأذواق. يعني الويكند ده بنتكلم عن قازم الساهر وماجدة الرومي، في بعد كده طبعا حفلة الهضبة عمرو دياب اللي المرحلة الأولى منها خلصت على ويب سايت تذكرتي، طبعا يعني نجم عمرو دياب والتذاكر فعلا يعني المرحلة الأولى منها انتهت. عندنا ويكس، عندنا كايروكي، عندنا ابتدينا بمحمد منير الكينج، في تامر حسني. يعني انا شايفه انه في فكر. بما انك يا لما اتكلمتي عن حتى النجوم اللي بيحيوا الحفلات عن الكينج محمد منير، بما انك اتكلمتي عنه واحنا شاهدنا برضو ويك اند الاول في انطلاق العالم عالمين، كانت انطلاقه قويه. احنا اتكلمنا عن اللي جاي، انا عايز برضو اتكلم معاكي ونشوف ملاحظاتك كده على الويك اند الاولاني تم ازاي. طبعا كانت حفله كبيره للكينج محمد
محمد منير، وكان في فعاليات تانية. المؤشرات الأولية كده اللي ممكن من خلالها نعرف خلال الفترة اللي جاية العالم على مين مكمل معانا ازاي، من خلال الويك اند الأول، نوعية الحضور، الفعاليات اللي تمت، الزخم اللي كان موجود في العالمين. الحقيقة شيم أنه اللي يجي العالمين هيشوف بمنتهى السهولة طبعا فئة الشباب والأسر كمان في كل مكان، وفي لفتة كريمة جدا ولفتة مهمة جدا 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 من قبل الشركة المتحدة بتخصيص شاطئ لشاطئ مفتوح لكل المصريين، مش بس اللي بنوا المدينة العظيمة دي، ولكن كل المصريين يقدروا يجوا يستمتعوا بالبحر، يقضوا يوم كامل بدون أي يعني أعباء عليهم. هنا زي ما كنت بقولك فئة الشباب منتشرة، الأسر المصرية موجودة في كل مكان، تحديدا في الويكندز طبعا عطلة نهاية الأسبوع، سياح من طبعا أشقائنا في العالم العربي بشكل ملحوظ جدا جدا جدا، مش بس في الساحل الشمالي كله ولكن كمان في مدينة العالمين، ويمكن تكون نسبتهم بتزيد في بعض الأيام عن وجود مصريين هنا في مدينة العالمين. فالحقيقة أنه أنا شايفة أنه هدف من أهداف هذا المهرجان وهذه المدينة فعلا تحقق سريعا جدا جدا، وهو استقطاب سياحة حقيقية هنا. وخليني أقول لحضراتكم كمان أنه بالفعل معظم إن لم يكن كل فنادق الساحل الشمالي، مش بس مدينة العالمين، بترفع شعار فولي بوكت أو كامل العدد، وده له علاقة طبعا يعني بي يعني مؤشر مهم جدا على السياح وعلى نسبة الإقبال على الساحل الشمالي أو مدينة العالمين بشكل كبير جدا. وده هدف مهم جدا جدا، إنه التشغيل، عملية التشغيل المستمرة يا شام، لأنه إحنا هنا مش بنتكلم بس عن مدينة شغالة، إحنا بنتكلم عن أعداد عمالة هائلة، مش بس للمهرجان وإدارة الحفلات والتذاكر وإحنا هنا الكروهات من الشركة المتحدة، ولكن كمان المحلات والمولز التجارية والفنادق، كل ده اشتغل بعمالة مصرية. ففي جزء مهم جدا هنا له علاقة بالتشغيل وفتح نطاق أوسع للتشغيل وفتح موسم مهم جدا في الصيف في الساحل الشمالي وزيادة نسبة التشغيل فيه. وخليني أقول لحضراتكم أنه مهم جدا، ويمكن في أكسترا نيوز من أكتر الحاجات اللي بنهتم بيها، أن احنا دايما نسمع صوت الناس ودايما نكون قريبين من الناس ودايما نكون عارفين هم فين، بيفكروا في ايه، رأيهم ايه. فاحنا عدينا تقرير من العالمين الجديدة لمختلف المواطنين، للناس اللي كانوا موجودين هنا، تشوف ارائهم ايه، تشوف انطباعاتهم ايه. هنروح نتابع هذا التقرير وهنكون في انتظار حضراتكم. نزلنا نشوف رأي الناس ايه في جمال مدينة العالمين والخدمات الموجودة فيها زي المحلات التجارية والممشى السياحي. يلا نشوف رأي الناس، يلا بينا. كل حاجة جميلة جدا، يعني ما شاء الله المكان ساحر والشواطئ حلوة جدا، والسنة دي كمان أحسن من السنة اللي فاتت، شواطئ كتير فتحت بقت حلوة جدا، وأنا باجي بالجروب بتاعي بجد بنستمتع جدا. احنا كل أسبوع هنا والناس بتبقى مبسوطة وكل أسبوع عايزة تيجي من جمال المكان وجمال الشواطئ. بجد المول تحفة والمكان حلو جدا ما شاء الله، يعني المكان تحفة، الأبراج والمول تحفة، وأول مرة أجي الشواطئ هنا برضو مع رحلات وكده، بس المكان فظيع نظيف يعني وجميل والجو تحفة. العالم عالمين، أنا مبسوطة جدا جدا في العالمين، هو الصراحة جميل جدا ويعني الناس محترمة وكده، أنا مبسوطة والبحر وكل حاجة جميلة هنا. العالمين دي يعني مدينة جميلة جدا والمولات هنا حلوة قوي، يعني أنا وماما عرفنا نعمل شوبينج وعملنا حاجات كتير قوي هنا في المول. الشواطئ تحفة طبعا ونظيفة جدا وما فيهاش أي حاجة خالص، والممشى جميل جدا، من احدث المدن اللي موجوده حاليا دلوقتي في جمهوريه مصر العربيه عموما، وعلى نظام جديد جدا وحاجه عالميه. مدينه متصممه على اعلى مستوى، احسن ديزاينرز بجد، والبنى شغال فيها بمستوى سريع جدا، ويعني احنا موجودين هنا على طول صيف شتاء، احنا طلبه في جامعه العالمين الدوليه طب اسنان، ف بنشوف يعني ما شاء الله الشغل شغال صيف شتاء صبح ليل. العالم عالمين، مبسوطة قوي في الساحل،
احنا صراحه مدينه العلمين احنا كل يوم بنتفاجئ من الاكتيفيتي اللي بتحصل فيها، بنيجي مره عن مره بتختلف بتزداد جمالا، وهو ده مستوى مصر السياحي اللي متعودين عليه وكل مره بتبهرنا. جو ممتاز على ان الصيف الان بالخليج يعني كويسه، حار بس كويسه يعني مره بالنسبه لنا. في صوت دايما في قلوبنا ساكن، صوت لبناني عشنا معاه مشاعر كتير. تعرف حبي، اسمع اسمع قلبي. لو عاوز تعيش في ليلة كلها فن، ما تفوتش حفلة نجدة الرومي والمايسترو نادر عباسي في مهرجان العالمين يوم 19/7 في مدينة العالمين الجديدة. يصير كرمالي إليه. الحق احجز تذكرتك دلوقتي من على موقع تذكرتي. مهرجان العالمين، العالم عالمين. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ما زلنا في إطار هذه التغطية الخاصة من مدينة العالمين الجديدة، بنحاول ننقل لحضراتكم كل كواليس وكل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية. هشام، يمكن سمعنا آراء المواطنين والناس اللي بالفعل في طلبة عايشين هنا، لأنه يعني يمكن كما ذكرت أنه في جامعة فتحت جامعة العالمين، والحقيقة أنا كنت أتمنى أن أنا كنت أبقى طالبة في السن ده وبعايشة في مدينة العالمين خلال فترة الدراسة. يعني ده مش لوحدك يا لما، كلنا يعني الواحد يقع، بس ممكن تبقى مشكلة يعني مع فكرة التركيز مع المذاكرة في الأجواء دي، يعني ممكن تبقى برضو بس طبعا فعاليات المهرجان كلها بتكون موجودة في الصيف مش في وقت الدراسة. خلينا في الجزء ده نتكلم كمان عن الويك اند اللي جاي والحفلتين اللي موجودين، نركز عليهم بشكل أكبر. هيكون في حفل قيصر كاظم الساهر، وأيضا للست ماجدة رومي زي ما سميتيها يا لما. خلينا في الجزء ده يكون معانا عبر الهاتف الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، برحب بيك معانا في البداية، وكلمنا عن يعني أهمية وجود قامات فنية كبيرة زي كاظم الساهر وماجدة رومي في أسبوع واحد، دي حاجة من الصعب تحصل. يا أهلا بيك يا هشام، هو وأهلا يا لما. هو فعليا بالنسبة لي المهرجان احنا مش بنتكلم في قامات فنية في أسبوع واحد، انت عندك يا هشام في كل أسبوع في أسماء مهمة وتقيلة قوي قوي. بالنسبة للغنى الكلاسيكي النهار الأسبوع اللي جاي معاك كاظم الساهر وماجدة الرومي في العالمين، اسمين تقال قوي في أسبوع واحد، ومن أهم الأسماء العربية اللي انتشارها الرئيسي كان من مصر، وبدايتهم الحقيقية كانت في مصر ونجوميتهم الفعلية بدأت من مصر. نجمين كبار جدا ومهمين جدا جدا، لما بييجوا مصر الجمهور بيستقبلهم، وخاصة جيلي أنا اللي شاف بدايتهم وعاشها هنا في حفلات جوه مصر، فمستوعب قد إيه هم إحنا كمصريين مرتبطين بالاسمين دول بالذات، بكاظم وماجدة الرومي. إحنا يا أستاذ مصطفى، انا برحب بيك يا استاذ مصطفى، انا لما من العالمين، والحقيقه انه احنا ازيك عامل ايه، احنا على مدار يعني سنين طويله جدا 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 في مصر دايما عندنا يعني حفلات خاصه بينا بتحيي الفن والفنانين الكبار، وطلعت قامات بدايه بقى من ليالي اضواء المسرح او ليالي اضواء المدينه، وصولا لليالي التلفزيون بالظبط كده. دلوقتي احنا عندنا الحفلات في مهرجان العالمين اللي رجعت الطابع المصري ده، مش بس بنقدم فنون او نجوم مصريه، احنا بنقدم نجوم من كل الوطن العربي اللي زي ما انت ذكرت يا استاذ مصطفى اللي خرجوا اصلا وكانت بدايه انتشارهم من مصر. انا مش عارفه ده نوع من انواع النوستالجيا، رايك فيه ايه؟ والجمهور اللي مهتم دايما انه يكون جزء من الحفلات دي في مصر. هو في حاجة مهمة يا لما، وانتي اكيد في العالمين وشايفة عننا كمان،
الجمهور بعيدا عن انه مستمتع بالمهرجان، الجيل اللي اكبر منكم شويه شايف ان احنا عشنا في وقت كان فيه طول الوقت حفلات ليالي التلفزيون واضواء المدينه، وطول الوقت حفلات في كل حته، ده غير حفلات وزاره الثقافه المستمره وفرقها وغيرها. فانك تشوفي ده وتعيشيه بقى تاني، ده فعليا بيرجعنا انه لا، انه في انه البلد بترجع تاني، ترجع اهتمامها بالفنون، يرجع قدرتها على جذب المواهب العربيه رجع تاني، وانه بعد شويه زي ما بدا المهرجانات القديمه اكتشفت نجوم العالمين وغيره من المهرجانات المصريه بيعيد اكتشاف مواهب جديده، يرجع بقى الاصل بقى انه طول الوقت انه مصر ومهرجاناتها سواء مهرجان العالمين ذلك المهرجان الضخم جدا او المهرجانات الثانيه هل ترجع تكتشف نجوم مصريين وعرب من جديد. و يعني احنا لما كنا زمان بنقعد نقول هوليود الشرق هوليود الشرق وبنقعد نردد ذلك المصطلح، في كتير ناس كتير بتردده وهي مش فاهمه معناه. احنا فعليا اي نجم لم يسطع من مصر فهو بلا نجوميه، وبالتالي بنتوقع حضور جماهيري كبير جدا في الحفلتين دول بالذات استاذ مصطفى. طبعا. ومش عايزين ننسى نشير لحاجه مهمه، انه في حفله السيده ماجده الرومي بيرافقها في الحفله الموسيقار المايسترو العالمي نادر عباسي، طبعا ده بيضفي قيمه على الحفله. يا استاذ هشام، ده نادر عباسي ده اللي عمل لنا واحده من اجمل ليالي مصر في تاريخها الحديث في موكب المومياوات الملكية. يعني فاحنا بنتكلم على شخص قيمة وقامة فنية كبيرة جدا، فلما يرافق كمان بفرقته الأوركسترا بتاعه ماجدة الرومي فده طبعا ده حدث عالمي ده لوحده. فعايز أقولك بجد العالمين الآن كوجهة سياحية وكوجهة فنية وترفيهية، انا عايز اقول لك انه احنا طول الوقت بنتخيل ايه اللي هيتعمل في الدوره الثانيه بعد الدوره الاولى من العالمين، هتخيل ايه اللي هيتعمل في الدوره الثانيه. طيب شفنا انه الدوره الثانيه لا ده حاجه عظمه، وعندي ودلوقتي انا قاعد بفكر هو ايه اللي ممكن يحصل في الدوره الثالثه اكتر من كده، انه انت النهارده جايب لسه لما نخلص الشهرين يا استاذ مصطفى، لسه عندنا حاجات كتيره قوي. عشان كده بقول لك الرهان صعب، انه انت السنه دي انتوا مجمعين اكبر نجوم في الوطن العربي حرفيا، فالرهان بقى في انه هو ايه اللي ممكن يحصل زياده في الدوره الثالثه. الفكرة ان طب استاذ مصطفى انا عايز اسالك عن عودة العروض المسرحية، يمكن كنت بكلم مع هشام من دقائق عن انه مصر طول عمرها في موسم الصيف كده مع يعني زيادة او يعني موسم سياحي من نوع خاص في الصيف بيبقى ليه مسرحياته الخاصة بي، يعني على مدار طبعا السنين الطويلة جدا مصر ومسرحياتها بنجومها التقال اللي بتعمل قلبان وبتقعد عروض لسنين وسنين. كانت اسكندرية طول الوقت ملتقى للمسرح الصيفي اللي هو مسرح تجاري جماهيري، مسرحيات كوميدية لطيفة بخف الدم. فطول الوقت انت كان عندك في اسكندرية كان في الاستاذ سمير غانم واسامي تقيلة قوي كانت بتعرض في اسكندرية. لما طبعا مدينة اسكندرية فتقدر دلوقتي تستوعب ده. فمع ظهور الساحل الشمالي كان عندنا شوية حفلات في المسرح الروماني في المارينا وكده بس بدون مسرحيات، مع وجود بقى مسرحيات واتمنى تكون عدة ليالي عرض مش ليلة واحدة. واللي حصل ده بالتعاون بتقولي كام يا لما؟ 3 ليالي لكل مسرحية. طيب ده هايل جدا. 3 يا استاذ مصطفى. يعني فعليا احنا بقى عندنا 3 ليالي لكل مسرحية، يعني 30 ليلة عرض العشر مسرحيات، ده هايل جدا. مسرحيات بتتعمل بره في موسم الرياض احنا ما بنتفرجش عليها وما بنتفرجش على نجومنا المصريين، وهي من الالف الى الياء كلها مصريين من اول النجوم لحد اصغر حد في الديكور والملابس وغيره. فمطلوب ان احنا نتفرج على شغل ولادنا، فبسطت جدا جدا بالتعاون اللي حاصل
بين العالمين ومهرجان هواية الترفيه علشان نتفرج على شغل أولاد مصر اللي بيطارد بره، وللأسف نادرا ما كان بيطارد في مصر. يعني مش كل المهرجانات اللي بتتعمل، المسرحيات اللي بتتعمل لمهرجانات بره بتطارد في مصر. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى الكيلاني الناقد الفني، شكرا على كل التفاصيل، ويعني كلمتنا عن القيمة الفنية الكبيرة للفعاليات والحفلات بالتأكيد اللي هتتم خلال الويك أند اللي جاي، لما بالتأكيد لسه عندك تفاصيل عن الفعاليات. الحقيقة دايما في تفاصيل كتيرة جدا يا شام عن الفعاليات في العالمين التي لا تنتهي. الحقيقة يوميا احنا بنشوف بطولات الصبح ورياضات مختلفة على الشاطئ، بادل كمان طبعا هي لعبة بقت منتشرة جدا، موجود ليها مكان هنا، الكرة الشاطئية، مستنين ماتش كرة قدم قوي كمان. يعني دايما دايما في فعاليات دايما، واحنا ماشيين زي ما قلت في الاول كارنفال مفتوح، وزارة الثقافة مشاركة كمان بعروض حلوة ومهمة جدا هنا، ممكن على الممشى، يعني ممشى حلو جدا يا جماعة لازم تيجوا تشوفوه، على الممشى دايما تلاقي فرق كده صغيرة بتقدم حاجات من الفولكلور المصري. كارنفال اللي هيجي هيستمتع من أول اليوم لنهايته، والعالم عالمين مستمر مع حضراتكم لنهاية المهرجان، هنتابع كل الكواليس من الدورة التانية. هشام أنا بشكرك شكرا جزيلا إن أنا كنت جزء من التغطية دي معاك، وبشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، وأكيد نلتقي دائما في تغطية خاصة من العالم عالمين من مدينة العالمين الجديدة على إكسترا نيوز.